الاتصال لا يصح إلا بعد الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه. إن القلب أن القلب يقبل على الله وإقامة وجهه له. دايما بقول في الصلاة استقبل القبلة بكل صدرك. أصل بعض الإخوة بيبقى واقف كده عشان الدنيا زحمة يعني. لا، فكذلك أقم وجهك لله إقامة الوجهة، وأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أقم وجهك لله يعني أقبل على الله بكل قلبك، بكليتك، بكل دماغك وكل عينيك وكل ودانك وكل صوتك وكل قلبك وكل صدرك وكل نبضك وكل حياتك، بكل دمك وكل أنفاسك. أقبل، أقبل على الله بكلك. مش عايز اسمع، مش عايز افكر، مش عايز اشوف، مش عايز اتكلم غير عن ربنا. نبدأ كده، ابدأ كده مرحلة، عيشها في حياتك الشهرين دول، شعبان ورمضان. إقامة الوجه لله حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. والذي يحسم مادة الانشغال بالمخلوقين من قلبك يقينك أنهم لن ينفعوك ولن يضروك. قل لي يا سلام، ما أنا عارفها دي. والله أنت لا عارفها ولا حاجة. عارفها شكليا نظريا، لكن مش عارفها عقديا، مش معتقدها. لو انت معتقدها ان الناس دول لا ينفعوك ولا هيضروك كنت صرفت نظر عنهم، لكن انشغالك بيهم دليل على انك انت بترجو نفعهم وتخشى ضرهم. هي دي، ما تنشغلش برضا الناس، هي دي المشكلة الكبيرة التي تواجه أكثر الناس اليوم، انشغاله برضا الناس. مشغول الناس بتقول عنه إيه؟ مشغول الناس راضيين عنه ولا مش راضيين؟ مشغول الناس بتحبه ولا بتكرهه؟ مشغول الناس معجبين ولا بيه ولا مش معجبين؟ مشغول. انشغاله ده بالناس دليل تعلق قلبه بالناس وعدم تعلق قلبه بالله. والذي يحسم مادة تعلق قلبك بالمخلوقين علمك أن هؤلاء الناس لن ينفعوك ولن يضروك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى اللي كتبوا لك مين؟ الله. والمخلوقين دول بيعملوا ايه؟ ينفذون مراد الله فيك. عشان كده قالوا ايه؟ قلب من ترائيه بيد من تعصيه. انت بترأي الراجل ده عشان يحبك. طب ما هو اللي انت بترأيه ده قلبه، اللي انت عايز قلبه يحبك في ايد ربنا. فالله قادر على ان يقلب قلبه فيكرهك. سبحان الله العظيم. لذلك كنت بقول هنا ايه، هي راحت فين؟ ضاعت الحمد لله. قضية ان في فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس. في فرق بين الفرح بفضل الله
والفرح برؤية العمل. والمسائل دي محتاجة منقاش فطنة عشان تنقيها من قلبك. مسائل خطيرة جدا وحسمها من القلب نادر وخطير. فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس. إنسان فرحان بربنا، فرحان بربنا، يبقى مش شايف نفسه بمعنى هو مش مشغول